الحلقة اليوم، لكن ننتقل لمشاهدة تقرير عن النجم الإسباني تشافي هرنانديز. تشافي هرنانديز كوريس ولد في مدينة تارس الإسبانية عام 1980، وهو أول لاعب جسد أسلوب تيكي تاكا في كرة القدم. انضم إلى فريق برشلونة تحت سن 11 عاما، ومثل الفريق الأول عام 1998. مثل أندية برشلونة وسد القطري، لعب أكثر من 700 مباراة وسجل 85 هدفا. حصل مع برشلونة على لقب الدوري الأسباني 8 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات. لم يحقق الفوز في جائزة الكرة الذهبية على الرغم من ترشحه 3 مرات. فاز بكأس العالم عام 2010 مع المنتخب الأسباني، وكذلك فاز في بطولتي أوروبا عام 2008-2012. أعلن اعتزاله لكرة القدم عام 2014. أول محطاته التدريبية كانت مع نادي السد القطري، وفي نهاية عام 2021 أصبح مدربا لنادي الأم برشلونة. شاهدنا تقرير عن النجم الإسباني تشافي، وأسمع برأيك عنها.